احنا بداية نطلب صفحات المشاريعنا شبابنا رضاهم شبابنا العزاء العزيز ومثل ما قلتم مرضك لها تاريخ هذه العائلة عائلة مرضك لها تاريخ الوطني يعني العريق واللي متجذر بالتاريخ فأنا ما بستغرب هذا الوقت يعني من شيبة وشيابة وليك يعني كل فترة بتصير يعني بالزمان أمر ما من شان يفيق هذه الأصالة بالناس فأميت أهلا وسهلا فيكم يعني أنا ماني مستغرب هذه الوقفة من حضراتكم بمرضك من كل حر من كل شريف على مستوى الوطن وبالأخص هذا اللون اللي نحن عم اللي نحن هلق يعني موجودين بينهم بالمحافظة إن صح التعبير فنحن ممتزجين مع كل الألوان وهذه الألوان أكيد مليئة بالشرفاء شرواتهم أينما كانوا بأرض الوطن أني إسا بمنه أهل مردك يعني شو ما عدينا مناقب أهل مردك التاريخي لا تعد ولا تحصى نحن الله التاريخ هذا راح يبقى مثل ما هو مليء بمواقف الكرامة والشهامة والحفاظ على الأوطان ومصلحة الشعوب وحقوق الشعوب هذا نحن انتو عم تتوارثوا أنا اللي شايفه إسا عم تتوارثوا فعلا الموروث تبع أهل قلنا منه إسا يتطبق أمامنا من خلال أبنائنا وأحفادنا ليس قسم منهم موجود أمامنا فنحن نتشكر مشايخنا الأفاضل وشبابنا الأعزاء على هذا التوجيه الصالح لشبابنا إنه ما يضيعوا البوصلة الأصيلة لأهله للتاريخ الصحيح لهذا الوطن اللي مثل ما تفضلت وأكثر من شخص من حضراتكم لسه حاول كثير اللعب بالأصول واللعب بالتاريخ وتزويره وتزوير الأفكار ولكن الأصول تبقى أصول ميت أهلا وسهلا فيكم ونحييكم على الوقف وانتم من أهلي يا خيي ميت أهلا وسهلا فيكم